نتابع طبعا مع حضراتكم على الشاشة هذه المشاهد الحية من العراق، فيها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بيتجه إلى القاهرة لاستقبال الوفد المصري المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. معكم مشاهدينا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق للمشاركة على رأس الوفد المصري المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المؤتمر الإقليمي لدعم العراق. كما نرى يستقبل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، وطبعا ده تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي. المؤتمر طبعا بيشارك فيه لفيف من القادة وبيسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وبيهدف لتعزيز استقرار وازدهار العراق ودعم الجهود المتواصلة لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.
طبعا مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهيكون بحضور قيادات من 9 دول إقليمية وأجنبية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. ويعني مستوى الوفود وحجمها الحقيقة هيكون يعني تجمع بيجمع الدول الجوار الإقليمي وأيضا دول أخرى، ويعني الدول المشاركة في هذا المؤتمر الحقيقة عندنا 9 دول: السعودية، مصر طبعا، فرنسا، الأردن، تركيا، إيران، الإمارات، الكويت، وقطر. والمؤتمر بتستضيفه العراق اليوم. العراق كانت له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل حكومة الكاظمي بتهدف طبعا لاستعادة دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر، وطبعا كنا متابعين دور المصري في دعم العراق في الفترة الأخيرة. ويعني مشاهدينا، تابعنا معاكم على الشاشة لقطات حية لوصول الوفد المصري وعلى رأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول بالإضافة إلى ممثلين أوروبيين. أيضا هنكون معاكم أكيد بنتابع المزيد من المستجدات الخاصة بهذا المؤتمر وتوافد ووصول باقي الوفود المشاركة إلى العراق الشقيقة لحضور والمشاركة في هذا المؤتمر.